12/2019 تسجيل من شاومي مي 9 برو 5G. صباحكم الله بالخير. موضوع كيف تختار لابتوب 2020 متواجد على الموقع وراح يحتاج تحديث اليوم. الموضوع يتحدث عن التالي. الموضوع كان أطول بس حسيت أني ما راح أوصل للمستخدم اللي بيشتري إلا كثير من المعلومات، فزايد أخو الناقص إذا كثرت لك معلومات راح تتوه. فحاولت أركز بأماكن أربعة وهي التالي: لابتوب للعمل، لابتوب للعمل الثقيل، لابتوب لتعديل الفيديو والتصميم، لابتوب للألعاب. لابتوب العمل عادي تحصله بكثرة، وفي نماذج مثل نماذج محدودة تلقى شاومي عندها المواصفات اللي أنا طرحت بالضبط، لأن هي قاعد تقدم هذا الجهاز تحديدا ما عندها كثير من النماذج. هواوي نفس الشيء بسلسلتها اللي قدمتها من اللابتوبات. أنت قدمت الجيل العاشر على يو وواي معالجاتها، واي احذفه يبقى يو. يو يقدم الأوفيس ويقدم المكتب وما يقدر على الجيمز وما يقدر على الإدت. بالنسبة للفئة الأولى اللي هي العمل والعمل الثقيل، يمشيك معالج حرف يو اي 5 للعمل، اي 5 الى اي 7 للعمل الثقيل، اي 9 غير موجود وما انصح فيه للعمل بشكل عام، هو حطه بالجيمز والجرافيكس هناك. بالنسبة لكرت الجرافيكس، اذا كنت تبي حق تصفح واوفيس واستخدام عادي عمل يعني اكسل وورد والشلة هذه، ما راح تحتاج كرت جرافيكس، لان الجيل الثامن ثامنوس والتاسع اللي موجود اللي على بعض النسخ والعاشر يشيلونك تماما في هذه الاماكن. الرام شو نسوي بالرام؟ الرام اول ما تسمع اربعة تعض على دشداشتك وتركض هج. نسولف ان الجهاز زين، نتفاهم انا وياك، يكون بيننا نقاش بعد الثمانية رام. رجال عندك اوفيس وعندك تصفح، ثمانية زين. اذا تبي زيادة الخير خيرين 16 حلوين. تبي تروح حق قطاع الجيمز والإدت، والله بقول لك ان بديت من 16 الله يعينك. اذا كان عندك جهاز جيمز مو معناها ان الجهاز هذا يصلح جرافيكس، لان الجي بي يو تبع كوادرو من انفيديا يصلح للعشرة بت وصيغ عالية لتعديل الصور والفيديو، مو مناسب كرت الجرافيكس مال الجيمز الا للفيو. اذا انت راعي جيمز لا تطول وتقرأ الارقام وتسوي نفسك ذيب، والله لا تطول. اذا انت راعي جيمز 2080 انفيديا 2080 تي اي وعيش وياهم. واذا انت راعي جرافيكس كوادرو ار تي اكس تلقاه على اجهزة موبايل ورك ستيشن اللي هي اجهزة العمل المتنقلة. هذا افضل سيناريو، وممكن اقول لك اي نوع من الار تي اكس يمشيك. نجي حق دقة الشاشة. اذا لقيت دقة شاشة اتش دي لا تعض على دشداشتك تنحاش، لا افصح دشداشتك وهج. انا لو كان عندي ديانة مؤلفها تأليف يعني ديانة في التقنية راح احرم الاتش دي، هذا حرام. يعني انت اذا استخدمت الاتش دي انا راح اعتبرك كافر تقنيا. فل اتش دي وبعدين ممكن نتنفس، يعني ممكن تعرف هذا اللي يقول لك كليب ما يرد على 40 رجال، فل اتش دي ممكن اطالعك انا. حجم الشاشة 13 ماشي، 14 15 والارقام الغريبة 15 ونص و 16 الغريبة هذا 17 ماشي، 22 20 ما ادري شنو 18 13 14 15 17 اقول لك حلوين. اقل من 13 لا، اكثر من 17 لا. الذاكرة التخزينية الداخلية، تذكرون دين اللي ألفناه قبل شوي، هذا اللي يستخدم هارد ديسك درايف ملعون، هذا انا راح العنه تقنيا. هارد ديسك درايف خلاص، حتى كبرى الشركات المعفنة وحتى سيجيت وقفته. وارجوك لا يلوثون كذا، حيث ان هارد ديسك درايف عمره اطول، حيث ان لاند كروزر الشكل القديم احلى من الجديد، حيث ان اس اس دي ساتا 3 بقول لك يعني راح اسكت عنك، راح اقول لكم دينكم ولا دين، يعني راح اسكت عنك، عرفت؟ راح اطوفك ساتا 3 راح اطوفك واس اس دي راح اطوفك. ابحث عن ذواكر الان في ام اي ولا تضيع حياتك ومجهودك ووقتك بسكاريب الساتا 3 اس اس دي يا رجل، لا تضيع حياتك فيه. ان في ام اي انت لازم تلاحظ الليفل، لا تضيع حياتك بالاس اس دي ساتا 3. لا تقولي انا عندي هارد ديسك درايف، انت عندك هارد ديسك درايف روح ادفن نفسك. ريفرش ريت اجهزة الجيمز شنو 60؟ يعني شنو جهاز ملغوم 60 ريفرش ريت؟ شنو 144؟ نسولف مو 40 رجل، 144 رجل نسولف. عموما اقرا المقالة ارجو انها تفيدك،
وارجو انك تفهم ان احنا بسنة 2020 اليوم 1/12/2019 باقي اقل من شهر وندش 2020. كافي هبل، لا السوق المحلي ولا المعلومات الغلط ولا المناهج اللي اخذتها ام تسعينات بالجامعة ولا بالمدرسة. وخل عنك موضوع غالي، انا قاعد اشوف السوق المحلي الجيل الثامن والسابع على $1,000 اونلاين ديل اكس بي اس 2-in-1 اللي هو الافضل عند ديل تقريبا $1,000 $1,100. سيرفس برو 7 الجيل العاشر 8 رام على $1,100 $1,200 نفس اسعار السوق المحلي الغبي. بعدين مين يستخدم لابتوب اصلا؟ لابتوب اصلا بعد كل كلامك يجيك يستخدم لابتوب، يعني اذا هو يظن انه ما يستخدم لابتوب يستخدم لابتوب. يعني انت فيور، انت ما انت مو منتج، انت فيور مشاهد، انت فرد يوزر، ما راح تستخدم لابتوب. انا رجال اديتر، غيري اديتر يحتاجون لابتوب. ما انت ما تعني البشر ترى. فاصل اول يوم